تجلى عطره الفواح، حوار يجمع الأرواح، وبالأشواق للموعود علينا بالسعادة لاح. هنا بالذكريات عبير، جمعناها لأجل الغير، رسمنا فيه حب الخير، أمانينا مع الأفراح. حديث عاطر وشجون، يبوح القلب بالمكنون، لكم نهديه في المضمون، ويدنو فجرنا الوضاح. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية. تجلى عطره الفواح، حوار يجمع الأرواح، وبالأشواق للموعود علينا بالسعادة لاح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه جاء بهذه المعجزة الخالدة، القرآن الكريم، والتي تضمنت الإعجاز في كل مناحيه. هل لنا أن نعرف فضيلة الشيخ عن بعض مدلولات الأسماء والصفات التي دلت عليها حتى كانت معجزة في ألفاظها وفي دلالاتها، حفظك الله. سلمك الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. كما تفضلتم حفظكم الله، فإن إعجاز القرآن لا ينتهي ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا يمكن أن يستنزف ما فيه من درر ومن جواهر ومن الآلي حتى يرث الله الأرض ومن عليها. الله أكبر. وقف العلماء عند بعض الكلمات مثل كلمة الصمد في قل هو الله أحد. الله، ابن تيمية ألف فيها ما يقارب 60 صفحة، كلمة واحدة الصمد. هذه تعرفون السورة لما نزلت وأسبابها، أن المشركين قالوا، ذكر ذلك صاحب الدر المنثور زاد المسير، قالوا يا محمد، يقول المشركون، انسب لنا ربك من الجهل، من عادة العرب أنهم يعتزون بالأنساب، من أي القبائل هو ومن أي الأسر. فأنزل الله هذه السورة التي تبين صفة الرحمن ومدح الرحمن، قال قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله، كم تعدل هذه السورة، وش فضل قراءتها؟ تعرف أنها ثلث القرآن كما صح عن رسول الله، من قرأ ثلاث فكأنما قرأ القرآن ختمة واحدة. الله أكبر. وصح أهل العلم ومنهم الألباني وغيره، من قرأ 10 مرات بنى له الله بيتا في الجنة، لحب الله لهذه السورة، لأنك تمدحه سبحانه. 10 مرات. 10 مرات. الله، بعض الصالحين أكبر. في الكويت أنا زرته، والد الدكتور الشيخ علي المسند، يقرأ 10، يقول إذا أصبحت و10 إذا مسيت يكفيني قصرين في اليوم. الله أكبر. قصر في الفردوس الأعلى، لأنه يحب الله هذه السورة بالذات. يا سلام. فإذا مدحته، قلت 10 مرات مدحته، أكرمك، لأنه أكرم الأكرمين. حتى يقول بعض الناس، ابن تيمية يقول العمل قليل والأجر كثير، قال الله أكرم من الخلق، الله لا يقاس كرمه، لأنه أكرم الأكرمين بكرم العباد. وفي هذا إشارة فضيلة الشيخ، أنه ما دام الله بنى لك قصر في الجنة، معنى هذا أنه يبشرك أنه من أهل الجنة، إذ لا يمكن أن يبني لك قصر في الجنة ويخليك في النار. يا سلام. والأمر العظيم فيها كما تعرف في صحيح البخاري، أن رجل كان يقرأ في كل ركعة، فقال صلى الله عليه وسلم، سألوه لماذا يقرأ، قال أحبها، فيها صفة الرحمن، قال أخبره أن الله يحبه. الله وفي أكبر. وفي لفظ آخر وقصة أخرى، حبك إياها أدخلك الجنة. يا سلام. فالسياق الآن حتى يقول قل هو الله أحد، أحد. نعم. ورد في القرآن واحد وورد أحد، انظر الإعجاز. أيوة. لما أتى يذكر الصفات أتى بأحد، ولما أتى هناك يذكر الأعداد أتى بواحد. قال العلماء واحد لا ثاني له، سبحانه، وأحد لا شبيه له. فلما أتى يذكر الأشباه والأنداد قال أحد، ولما أتى يذكر المضادين والأعداد قال واحد. قال قل هو الله أحد، الله الصمد. الصمد فيها 10 معاني عند أهل السنة والجماعة، علماء الأرض، علماء الأرض من طوائف الإسلام أخرجوا فيها 10 معاني. نعم. من المفسرين والمحدثين. وكلمة الصمد ما كانت تعرفها العرب باستفاضة، قال الصمد، قال أولا الذي تصمد إليه الكائنات، تتجه له وتسأله المخلوقات باختلاف اللغات وتعدد اللهجات وتباين النغمات وسائر الحاجات، فيعطي الجميع ويمنح الجميع ويتحدى الجميع. الله أكبر. ويقول لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم ورطبكم ويابسكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك ما عندي إلا كما ينقص المخط إذا أدخل البحر. حتى تجد من الصمد
الذي يطعم ولا يطعم. الله يطعم أكبر ولا يطعم. سبحانه. لذلك أنا استلطفت كلمة ابن عثيمين في الشرح الممتع رحمه الله لما جاء في باب الأطعمة. إيه؟ قال يقول سبحانه وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، يعني ما يصلح لآلهة مريم ولا عيسى يأكلان الطعام. نعم. قال فمن نقصنا أن نأكل الطعام، ومن غنى الله أنه لا يأكل الطعام. لا يأكل الطعام. وقال ونحن أيضا إذا منعنا من الطعام 4 أيام 5 أيام قال إن الطبيب نحن مرضى، هذا مرض. قال فوالله إننا ناقصون، أكلنا ولا لم نأكل. الله إلا هو غني. ومن الصمد، الصمد القوي سبحانه، قال أرض صمداء يعني قوية، قال هو الصمد الذي لا أقوى منه. ومنه الذي جمع أجل صفات الجلال والكمال والجمال ولا يكون إلا الله. قال ومنه الذي اكتمل سؤدده وتعاظم شرفه، قال ألا بكر الناعي بخير بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد. قال الذي له المجد وحده سبحانه وكل الملك له وحده. فهو يعني سبحانه وتعالى حتى يقول سبحانه خير الرازقين، لأن من يرزقك يمن عليك أو ينقطع رزقه. نعم. وقال حكم الحاكمين، فهو له الصفة. يقول ابن تيمية لا يقاس بين الله وبين خلقه بقياس عموم يستوي أفراده أبدا، ولا بقياس شمول يستوي طرفه، ولكن بقياس الأولى. الله أكبر. هو الأعلم والأعظم سبحانه والأجل. ثم يبحر الناس ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. الله هذه أكبر. فقط إذا كانت كلمة تأخذ مجلد، وقد استغرق فيها العلماء وطوائف الإسلام غرقوا في معانيها، حتى يقول المتنبي إذا تغلغل فكر المرء في طرف من علمه غرقت فيه خواطره. الله تغرق أكبر. الخواطر لو أن اشتغلنا يعني فري الكلام. يقول لي عالم من القصيم من أحد الدكاترة والله ينبغي لنا أن نفل القرآن فلي فلي كلمة كلمة كلمة. نعم. وهذا مطالبة عظيم منه، وهذا طريقة السلف في الله ذلك. الله أكبر. الله نعم. أكبر. بحفظك الله وبارك الله فيك. من الإعجاز الذي ظهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه، فإن الله عز وجل امتدحه وأثنى عليه، وما امتدحه بأنه كثير الصلاة، ما قال وإنك لا على صلاة كثيرة أو على صدقة كثيرة أو على، وإنما على خلق عظيم. وهذا يبين مدى تأثير الخلق في دعوة الناس. حتى الآن العالم الآن عندنا هذه الحضارة وعندنا هذا المجد وعندنا هذا القرآن، لكن لم نقدمه للناس في قالب أخلاقي، بل قدم يعني الإسلام للناس في أخلاق يحاربها الإسلام. مثلا الكذب أليس مذموما؟ أليس يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار؟ إيه نعم. لماذا يكذب المسلم بينما نجد الكافر سبحان الله يصدق؟ ليش يصدق؟ لمصلحته. إيه نعم. كذلك الوفاء بالوعود، تجد أخلف الناس في الوعود هو المسلم، يقول لك الساعة 7 ويجيك الساعة 8، بينما تجد الكافر لا الساعة 7 وهو على بابك. هذه الأخلاق هي التي شدت الناس وظهرت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وآمن الناس به حتى كان قبل بعثته صلى الله عليه وسلم لم يعرف عنه يعني أنه كذب كذبة واحدة. حتى في قصة هرقل لما بعث له النبي صلى الله عليه وسلم رسالة يدعوه إلى الإسلام، وكان يعرف هو هرقل من خلال ما يقرأ من الكتب أن هذا زمن خروج نبي، ولكن كانوا يتوقعون أنه يخرج من اليهود أو من النصارى، ما كانوا يرون أنه سيخرج من العرب، نظرا لأن العرب أمة بائدة وأمة يعني جاهلة، وما يتوقعون أنه يصير منها نبي. فلما جاء الرسول قال هل في هنا من قومه أحد؟ قالوا نعم. فجاءوا بأبي سفيان وكان في تجارة، أي نعم، وجعله في المقدمة، وبعدين جعل الناس كلهم وراه وقال إني سائلك، ثم قال للناس إذا يعني أخطأ وكذب ردوا عليه. سأله سؤال واحد، وكان في قمة عدائه وحربه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال هل جربتم عليه كذبا؟ يعني لو كان جربه وحده ما ينساها أبو سفيان. قال نعم، قد كذب في ذيك السنة من أجل إيش؟ يقلل من قيمته وينقص من وضعه أمام هرقل. قال لا. إيه نعم. فاستنتج هرقل وكان عاقلا من هذا، قال ما كان ليدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله. الكذاب كذاب عاد في بطن أمه، خلي بيعاد قدوه رجال، هذا ما كذب على البشر، هل يمكن أن يكذب على الله صلوات الله وسلامه عليه؟ فكان على خلق عظيم في أمانته، كان هو المؤتمن، اسمه الأمين، الأمين. بل حتى أهل مكة ما كان في بنوك كما تعرف، كان ودائع كل أموالهم عنده. طيب ألا يأمنون الآن على مالهم ولا يأمنون على دينهم وعلى عقائدهم صلوات الله وسلامه عليه؟ من وفاء لأمانته صلوات الله وسلامه عليه أنه لما يعني هاجر بأمر الله عز وجل ترك، وهو مطرود منهم، وهو مطرود منهم، كان يعني بالإمكان لو ما عنده وفاء أن يأخذ هذه ويقول هذه غنيمة لي، لا،
إنما وفي صلوات الله وسلامه عليه فكان على خلق عظيم، ولهذا أمر أمته بهذه الأخلاق. قال عليه الصلاة والسلام: كاد حسن الخلق أن يذهب بخير الدنيا والآخرة. إيه نعم، إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه أعظم مما يبلغه الصائم والقائم. إيه نعم، إن أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الذين يألفون ويؤلفون، وإن أبعدكم مني منزلة يوم القيامة كل عتل جواظ جعضري مستكبر. أين الأمة من هذا؟ إن لنا أسوة فيه صلى الله عليه وسلم، وخاصة الدعاء الذين يخاطبون الناس. كان صلى الله عليه وسلم لينا في كل أقواله، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وكان صلوات الله وسلامه عليه يخاطب الناس بأعظم، يقول الله عز وجل له في القرآن: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعف عنهم. أين الشباب الذين الآن يقابلون الناس بالغلظة، يبدأون بالكراهية، يبدأون بالبغض، يبدأون بالعداء، ثم يريدون من الناس أن يدخلون في دين الله، يكرهون الناس في الدين؟ بل والله إنهم وقفوا حجر عثرة في دخول الناس إلى الدين، بدل أن يكونوا دعاة إليه أصبحوا منفرين عنه. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإيمان وأن يعمق الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي رسالة الخالدة الإسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تجلى عطره الفواح، حوار يجمع الأرواح، وبالأشواق للموعود علينا بالسعادة لا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى من سار على منهجه لوم الدين. أحبتي، من أسماء الله اسم الكريم، أكرم الأكرمين، الكريم سبحانه وتعالى ذو العرش الكريم. الكريم فيه ثلاثة وقفات. كرم الله سبحانه وتعالى من أعظم صفاته جل في علاه، فهو أكرم الأكرمين. كرمه يعطي من يسأل ومن لا يسأل، بشر كثير لا يسألون، ويعطيهم ويرزقهم ويمنحهم جل في علاه. يعطي من يستحق ومن لا يستحق، بل يعطي أعداءه ويعطي أولياءه جل في علاه لكرمه. وإلا أعداءه من يطعمهم ومن يسقيهم ومن يكفلهم ومن إلا هو سبحانه وتعالى. وكرمه سبحانه وتعالى يعطي بلا حساب جل في علاه، ويرزق من يشاء بغير حساب، ويعطي العبد قبل أن يسأله العبد. فسبحانه وتعالى ما أكرمه جل في علاه وهو أكرم الأكرمين. بل كل جود في العالم حصل من بشر إنما من آثار جوده سبحانه وتعالى، وكل ما ترون من نعم وخيرات فهي ذرة من كرمه سبحانه وتعالى، وهو أكرم الأكرمين جل في علاه. لأن الكرماء لهم حد ينقطعون فيه، ثم كرمهم ليس من ذاتهم، فهو من فضل الله. ثم إنهم لا يعطون أعدائهم في الغالب، ثم إن الواحد منهم لا يعطي إلا من سأله وألح عليه. أما ملك الملوك فيعطي من يسأل ومن لا يسأل، ومن يستحق ومن لا يستحق، ويعطي أولياءه ويعطي أعداءه، ويعطي قبل أن يسأل سبحانه وتعالى، ويعطي بلا حساب جل في علاه، فهو أكرم الأكرمين. فكرمه ينبغي علينا أن نلح عليه أن يكرمنا، وأن نطلب هذا الكرم من فضله وجوده. عنده خزائن العلم، خزائن الرزق، خزائن المواهب، خزائن العطيات. فقط اسألوني، يقول سبحانه وتعالى: ادعوني أستجب لكم. ويحب كل ما من كرم، يحب كل ما ألحت عليه، كل ما سألته، كل ما أعطاه الله سبحانه وتعالى. الله يغضب إن تركت سؤاله، وترى ابن آدم حين يسأل يغضب. فنسأل الله أن يكرمنا وإياكم بطاعته، وأن يصلي وسلم على نبيه وآله وصحبه وسلم تسليما. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية. تجلى عطره الفواح، حوار يجمع الأرواح، وبالأشواق للموعود علينا بالسعادة لا. هنا بالذكريات عبير، جمعناها لأجل الغير، رسمنا فيه حب الخير، أمانينا مع الأفراح، حديث عاطر وشجون، يبوح القلب بالمكنون، لكم نهديه في المضمون، ويدنو فجرنا الوضاح.